عليكم. اليوم جيناكم بوصفة كيف تخدموا آيس كريم مغرب العامية لا كريم تخدموا كيف تخدم وصفة جديدة وناجحة 100% إن شاء الله. كما عندنا ريت الحليب، عندنا 3 مغارف تاع السكر تاع الماكلة، وعندنا 3 مغارف تاع النشا، وعندنا نص مغرفة تاع الماكلة تاع لافاني كما راكم تشوفوا قدامكم هنا. و دوك نبدا كيما راكم تشوفوا. عندي هنا كازرونات كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا واش ندير؟ ندير ريت الحليب هنا، يعني حاجة بسيطة ومكونات كاين كامل في المنزل. ريت الحليب نديروها، كل واحد كيف يخدم الطريقة تاعو. كان السكر 3 مغارف تاع السكر، عندنا نشا هنا كما راكم تشوفو، وعندنا الكو تاع لافاني. كان اللي حاب يديرو كان اللي ما يديروش، كل واحد الذوق تاعو والاختيار تاعو كيفاه. نخلطوا المكونات قبل هنا مليح باش ما يقعدولناش لي بول تاع المكونات. كي نخلطو مليح هنا نحطوها في النار قليله، تنشوفوا بلي تخلط كل السكر ده، ما كاين لا سكر، ما كاش مايزينا وما كاش لافاني. ما حطها في الماء في النار دافي، نحطوها قليله النار ما نحطوش عليها. بون اللي جيت كما الفرن تاعك كما تجيبوها لك النار، ديروها قليله ما ديروهاش بزاف قويه، ونقعدوا نخلطوا. قعدوا تخلط حتى تشوفها ما ولاتش، كي تشوفوها حتى ولات سائله شويه جامده شويه، نحيوها خلوها تبرد. وقعدوا نخلطوا باش المايزينا ما تلصقناش مع ليكو، كي ما تلصقناش الوسط. مونا قعدت نخلط كيما راكم تشوفوا، خلطوا بيا هكذا حتى تشوف كي تخلطوا تلقاو شو الخاطره شويه بدات تتقال شويه، طفيوا عليها. دوك تشوفوا كيف هاني شو بدات خاطره شويه، بس ما كثرتلاش المايزينا كيما راكم تشوفوا هاليك. دوك نطفيوا عليها ونخلوها تبرد كوتي. بون نخلي تبرد مليح كيما لاك ما تبرد مليح، هاي خليتها بردت، ديروها في جيت تبرد بيها. وهنا عندنا بودر كريم شونتي بودرة زعما شكاير، شكارة فيها 75 غرام، تسمى عندنا 150 غرام زوج شكاير فيهم. كيما راح ندير فاني كريم شونتي فاني كيما راكم تشوفو ليكيد، وهاد زوج كيسان حليب يكونوا باردين، ما ديروش حليب سخون لازم الفريج يكون بارد الحليب كي ديرو باش لاكريم تطلع بيان، باسكو لو كان ديرو سخون لاكريم ما طلع لكمش. هاد زوج كيسان كما راكم تشوفو دوك نخلطوه حتى وين يطلع. وانا خليه حتى يطلع بيا، لازم يطلع منه. بون كيما راكم تشوفوا هاي طلعت، هاي بيا كيما راكم تشوفوا فيها، هون هاي هاي اللي كانت في راهي. درك هنا واش ندير انايا؟ نزيد نعاود نحبط مليح، و لاكريم اللي خدمناها مقبله هاي ليك نديروها لداخل. فوالا دوك ندورو ونديرو غير بالعقل، ودور تخلط مع كلشي تخلط لداخل هاي كيما راهي هكدا، ونخلطو لداخل غير بالعقل وخلوه يتخلط ملاح مليح 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 معاها.
بلا فلفل ولا كيتاكل. حتى تشوفو تخلط مليح معاها، ديرو في نيميرو ان وخلو غير بالعقل يتخلط. نشوفو الخليط تاعنا، يعني هاو كيف تحصلوا عليها. جا ما شاء الله خليط كما راكم تشوفو. دوك نحوم الخلاط تاعنا كيما راكم تشوفوا. هاو كيف تحصلنا عليه، يعني جا ما شاء الله ما مدوق تاعو جا هايل كيما راكم تشوفوا. ها دوك تحبوا ديروه في البايط ولا في الكيسان كيما راهو يجمد، مي انا عندي طريقه واحده اخرى وحنواسي بها. وكاين كيما انا عندي هاليك بطاطا تاع شيبس ماكو تشوفو بيا فيها بطاطا تاع شيبس، انا راح نثقبها هنايا تقابي صغار. فوالا هنا غادي نجي نثقبتها ملي تقابي صغار هنايا على حساب المطالق اللي راح ديروهم نتوما، ونعمروها داخل. دوك تشوفو كيفاه، يعني تجي ما شاء الله تسمى في الدار قادرين تخدموه لا كريم ولا سيسكيمو في الدار تخدموه. هانا عندي طارق كيما راكم تشوفوها ملي وراهم نديروهم. ندير شوفو نديرو الحفرة على حسب المطرق، ما نديروش كبيرة بزاف. فوالا هاديك نديروها حتى لهنا. فوالا كيما راكم تشوفو هكدا. وبين مطرق ومطرق هاوليك غير الصباح هكذا صغير هكذا تعرفوا بيناتهم، مش تحكموا ميزان بيناتهم. كما كنت تشوفوا هاي ليك وراهي بونيك دخلوا سيتهم كامل كما راكم تشوفوهم ليك. فوالا يعني جو نيفو واحد. دوك لاكريم اللي خدمتها نديرها لداخل، يعني حاجة راهي سهلة الخدمة تاعها، سهلة 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 فاصل، ما تطلب لكم والو. وما تنساو ديرو ابوني الصفحة، ديرو جيم لايك، بارطاجيو الفيديو باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. فوالا دوك نرفدو ونفرغو لداخل. حتى وين نعمروها يعني نخدموها في الدار، حاجة باينة تاع الدار مقية الله يبارك كما كنتو تشوفو. جات ما شاء الله. مو عاد نغطوها بلاطه تاعها كيما راكم تشوفوا. دوك انا نديرها في كونجيلاتور هادي، مازالت لي كميه هنايا. هنا دوك ندير لها شويه شيكولا باش تولي شوكولو. هادي فاني دوك نعاودو نبدلو السيستم تاعها. مو عاد ثاني هنا عندي شيكولا بودرة كيما راكم تشوفوا. تحبوا الشيكولا بودرة تحبوا ديروا كاكاو،
مي الشوكولا بودرة تجي شوية سكر، ماشي كيما كاكاو الجمر. ونصفيهم نفس الصفاية. فوالا، ودرك هنا نخلطو بيا. وعاد نخلطوها مليح كيما راكو تشوفو. ها كيف تجي مام الشكل تاعها والبنه تبدل. بون كيما انا عندي كاطو هنا اوريو ولا كاطو شوكولا، ديروا تحسب الذوق تاعكم. هنا فتو كيما راكم تشوفوا يتفتت كامل. فتوه مليح، ماشي فتوه ترحيوه بزاف، نورمال، شو قسمو بيديكم. فوالا، كمان ترى 4 حبات درت انا. مو كي واسين فتنا دوك خلطوهم مع تاني كيما راكو تشوف، خلطوهم مليح. خلط كلش كما راكم تشوفون بيان. المهم البنة تاعو جات ما شاء الله، البنة تبدلت باسكو لو خدرناه فاني وهذاك تشوفوه شوكولا هنايا، ونجيبو له ما موتنا الاخر نديرو فيه هادي. بون هنا كيف جاتني تانيك، جاتني ما شاء الله تانيك. هنا تانيك دوك نغطيوها نديرهم في زوج كونجيلاتور دوك يجمدوا ونعاودوا ليكم ان شاء الله. بون كيما تشوفوني خليته جمد، انا خليت توبات باش حكم روحو بيا كتشوف جمد الحجره هنايا. دوك هنا نقسموه كيما راكم تشوفوا، جيبوا الموز هنا ونقسموه غير بالعقل. خاصكم عندنا بلاستيكه يابسه شويه هذيك كيما راكم تشوفوا، راسيوه مليح باش ما تجينا ساهل التقطع تاعو. العقل كيف يجي، وانا نوريكم هذا كيف تقطعوها. ها هو راهي دوك نحيو لها الكارت تاعها كيما راك تشوفوا، وانا نقطعك هاك شفا ويجي وراكم تقطعوه بالمقص لا بالمس كيما تعرفوا كيما تحبوا نتوما. هاوليك وتجبدو من تحت، يعني حاجة سهلة كيما تشوفوا. هاوليك طريقة سهلة، عملية سهلة تاعها. ودوك نكملهم كامل ونولي لكم. او كيما كنت تشوفوني قطعتهم كملتهم كامل هنا كيما تشوفوا. انا خدمت الشيكولا تاعي كيما راك تشوف، خدمتها دوبت هذيك شويه حليب ما جاتني جاريه شويه كيما راك تشوف هكذا. فوالا والشيكولا كيما سوا خلاها حتى تبرد، ما نديروهاش سخونه مع لاكريم اللي درناه. هما هذيك كيف ديروا لها، طريقه سهله كيف تواسوا لها. هذيك تواسوا هكذا زوج جهات، يعني طريقه سهله. فوالا ودوك نحطوهم نوجدوهم ومن بعد عاود نديرهم داخل الكونجيلاتور باش يعاودو يبردو لنا. نديرهم كامل هكا كيما راكو تشوفو. هاي الطريقة يعني سهلة، هاي ليك مش حاجة دي واعرة.
ما تخدموها في الدار. هذه بالنسبة اللي يخدم لا كريم فاني، واللي يخدم شوكو كيما يحب يدير، يحب يدير ما يديرش. والله كيما تشوفوها عامليك، راني وجدتهم انا هذو، حطهم كونجيلاتور جدي يبردو بيها، يتجمدو مليح ونعاود نخرجهم. بو كاين هذا يخدمت لكم اوريو، هابلي كيف يجي يعني جام ما شاء الله، جا بيان كلاسي، ما نبنى مادي ما نقولكم عليها، الله يبارك جات. بو راني كملتو كيف جا، جا ما شاء الله، الكوت تاعو تاني الله يبارك، ما عندي ما نقولكم. و ديجا لي ناكل فيها و لي وراهو جا ما شاء الله، يعني حاجة واحدة أخرى فورمال بزاف. ما تنساو تشاركونا الفيديو، ديرو جيم في الصفحة. سلام.